بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأحبة في الله، أولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا جميع نعمه ومننه علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، طلب العلم فريضة علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين، ووجوب طلب العلم كافة للرجل والنساء للصغير والكبير. أيها الإخوة الأعزاء، كن عالما ولا تكن جاهلا، لأن الله تعالى فضل عباده العالم على الجاهل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال العلماء الأخيار: ليس المرء يولد عالما، وليس أهل العلم كمن هو جاهل. أيها الإخوة الأعزاء، لا بد أن نغتنم أوقاتنا بكثرة التعلم وتقليل اللعب، لأن التعلم وقت الصغار يسهل لنا لإقبال العلم وقوة في الحفظ. قال الشاعر: التعلم في وقت الصغار كالنقش على الحجر، والتعلم في وقت الكبار كالنقش على الماء. أيها الإخوة الأعزاء، ولكن لا بد لنا أن نتذكر بأن العلم بغير عمل لا فائدة لها، كما قال: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انصتوا فانصتوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأحبة في الله، إذا وجدتم خطأ في كلامي كل ذلك مني، وإذا وجدتم صوابا فمن الله. وأخيرا، هيا بنا نختم هذا الكلام بالدعاء.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.